موعد آخر بكم مشاهدينا الكرام. في المستهل عرفت بلدية عين البنيان بولاية عين الدفلة إحباط محاولة إشعال عدة حرائق من طرف مجهولين بعد أن تم تبليغ السلطات المحلية والأمنية بالمنطقة من طرف المواطنين ليتم تمشيط المنطقة والعثور على دلائل تشير إلى عمل مفتعل من طرف مجهولين. ملك درحمون يفصل. وسط هذه الجبال بمنطقة عين البنيان كل شيء كان يحذر في الخفاء، والهدف هو إشعال النار بمنطقة معظم أراضيها فلاحية من قبل مجهولين. في إطار المراقبة العامة للإقليم، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام ريغة من إحباط مخطط عمل إجرامي متمثل في حرق غابة عين النحاس بلدية عين البنيان دائرة حمام ريغة، وذلك باكتشاف عدة أطر مطاطية مخبأة بإحكام وسط الغابة كانت مهيئة من أجل استعمالها في حرق الغابة. وفي هذه المناسبة نوجه نداء للسكان المجاورين لهذه الغابة ومستعملي الطريق لأخذ الحيطة والحذر من أجل تفادي هذه الحرائق خاصة في الأعياد الوطنية وهو في نهاية الأسبوع. بعد تلقي السلطات المعنية لإخبارية من طرف المواطنين تم تمشيط المنطقة، فتم العثور على عدد من العجلات المطاطية وسط الأحراش لهدف واضح هو إشعال نار تحرق الأخضر واليابس. وهذا تزامنا مع اندلاع عدة حرائق في ظرف أسبوع، وتبعا لتعليمات السيد الوالي تم رفع دعوى قضائية ضد مجهول، وهذه العجلات المطاطية مخبأة على دليل قاطع على أن اندلاع هذه النيران من نفس المنطقة وفعل إجرامي وبفعل فاعل. حري أن نسميهم بأعداء الوطن، وتوقيف مثل هكذا تصرفات يتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على كل شبر من هذه الأرض الطيبة. يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في أشغال الاجتماع الوزاري 19 لدول أوبك والدول خارج أوبك أوبك بلس الذي سيعقد عبر تقنية التحضر المرئي عن بعد حسب ما جاء في بيان لوزارة الطاقة. وسيخصص هذا الاجتماع لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وأفاق تطورها على المدى القصير. إلى تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت 1107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة، فيما تمثل 595 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، وهذا حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة التي تشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية. وخلال تدخلها في برنامج هذا الصباح، أكدت فريدة حوشان الطبيبة المنسقة بالعيادة المتعددة الخدمات سوق الحد بولاية بومرداس أن الطرف الصحي الحالي أو الظرف الصحي الحالي بسبب تفشي الوباء لا يسمح بتنقل الأشخاص إلى المستشفيات والمراكز الصحية لزيارة المرضى أو لمرافقة المريض بالكوفيد، وهو من بين الأسباب التي ينتشر فيه الوباء بكثرة. نداء للناس كامل، بالكو ميم سبيطار كي تجو اللي ماشي مريض ما يجيش للسبيطار، اللي ماشي مريض ما يجيش اكومبانياتور، ما يجيش مع واحد اخر صوف الا ما يقدرش يمشي، ولا اللي ما يقدرش يهدر، ولا ما يقدرش كيما الطفل ما يقدرش يجي وحده. ديجا حنا ما نقدروش نخلو الطفل يجوز وحده. كي يجوا للسبيطارات ولا كي يديروا التلقيح تاع الاولاد تاعهم كامل، يجي غير الانسان اللي يسحقها الاخر، وحاجه ماشي ضروريه اللي تقدر تستنى تستنى. نسبقوا في هذو الامراض، نحيوا علينا هذا المرض ان شاء الله، ومن بعد تولي الحياه كما كانت ان شاء الله. ومواصلة للحملة الوطنية للتلقيح ضد الوباء، تعرف مساجد ولاية بشار اقبالا متزايدا من قبل المواطنين من اجل التلقيح. المراسلة لمصطفى بندهينة. مدينة بشار، نحن الان بمسجد الامام نافع بن عبد الرحمن. مديرية الشؤون الدينية والاوقاف ومصالح الصحة بالولاية تنظمان حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الساكنة ولاية بشار وكل إنسان يريد الخير لنفسه ولأهله ولعياله وللمسلمين أن يتخذ سبب اللقاح. فأردنا أن ننظم هذه العملية على مستوى المساجد، والعملية مستمرة أيضا على مستوى مختلف المساجد بولاية بشار، سواء على مستوى الدوائر أو على مستوى البلديات أو على مستوى بلدية مدينة بشار. الإقبال على التلقيح كان معتبرا،
والعملية تمت في ظروف تنظيمية حسنة. جيت طواعي لأخذ تلقيح ضد الكوفيد، والحمد لله درنا التلقيح وما كانت مضاعفة لحد الآن. نقول لهم ارواحوا ماذا بيكم تدوا على روحكم، هذا الشيء راه ما ينفعكمش داك القعد. ضروري باش يديروا الفاكسينات. ضروري باش يديروا. طابور كبير من المنتظرين، والهيئة الطبية المشرفة وفرت كل الإمكانيات وجندت كافة الوسائل. سمعنا النداء تاع الدولة، سمعنا النداء خاصة اللي داروا السيد وزير الصحة على القناة التلفزيونية، وتأثرت بها تأثير كبير صح، مما دفعني اليوم باش نجي ندير هذا اللقاح، وهذا اللقاح في مصلحة عامة، في مصلحة الفرد وفي مصلحة الجموع وفي مصلحة الوطن وفي مصلحة الشعب الجزائري. معا لمحاصرة هذه الجائحة بالتنظيم والإقبال في مشهد يعكس الوعي الكبير بمخاطر الكورونا وأهمية التلقيح. إلى النفحة الإيمانية، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة خير الأيام طيلة السنة، وفيها يوم عرفة، يوم يتباهى فيه الله تعالى بعباده ويجازيهم بالفضل الكبير والأجر العظيم في هذه الأيام. خليل توتي. معروف عندنا بلي يخفر عام من قبل عام من بعد، احنا ما كلنا صغارنا نصوموا يوم عرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك نتمنى من الله صيام عرفة أن يمحي به ذنوب السنة الماضية. هو الإنسان اللي يقدر يصوم العشرة تاع ذي الحجة، واللي ما يقدرش يصوم عرفة. صيام يوم عرفة من الأعمال المستحبة لغير الحاج، وسنة يحرص الجزائريون على أدائها لما لها من الفضل الكبير. يوم عرفة مستحب كذلك صيامه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن فضل صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل يوم عرفة أن الله عز وجل في هذا اليوم ينزل إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عرفة من أفضل أيام الطاعة الواجب على المسلم اغتنامها تقربا إلى الله عز وجل وطلبا للأجر والمغفرة. في موضع آخر، وفي جولة قادت كاميرا التلفزيون إلى عدة نقاط بيع الأضاحي بالعاصمة أياما قبل عيد الأضحى المبارك، التمسنا تباينا في الأسعار مع تكفل بيطري طبي للأضاحي. الإسلاماني والمزيد. اقتراب العيد، الكثير من المواطنين شرعوا في اقتناء الأضحية، وخلال جولتنا بنقاط البيع بالعاصمة سجلنا تباينا في الآراء حول الأسعار. إنسان ما ينجمش يشري، ما نكذبش عليك، السومة غالية. الكبش تاع العمي فات كان يدير 28، دوك الحق حتى 47 48، مرتفعه تسمى عاليه بزاف. زوالي راك تعرف ما ينجمش يعيد، وبارابور للعام اللي فات والسنه سي ديفيرون. كيفاش قل من هذا يهضر معك ب 47 قط؟ ماشي جايز بالك الايادة، ما لحقش كاع، يقول لك 47 48. كاين اللي حب يشري ب 8 وكاين اللي حب يشري ب 3، حنا متوفر عندنا كلش. الموالون والتجار من جهتهم يؤكدون أن هامش الربح معقول، ويرجعون ارتفاع الأسعار إلى هذه الأسباب. قبل كان يدير 23 من العام اللي فات، السنة يدير 60,000 70,000 تبنى، لا في 17 عليه كاع ما كاش. الشعير كان يدير 320,000 العام اللي فات، يدير 550,000. ماشي المشكل راه في الخروف اللي غالي، المشكل راه في العلف نتاعو. أنا راه يقعد لي هنايا 20 اليوم نجيبو نصرف عليه 200,000. حتى 250,000، باسكو العلف الحق 700,000، الشعير 550، النخالة راهي 400,000. بين الرغبة في اقتناء أضحية العيد إحياء للسنة وبين ارتفاع الأسعار، يبحث المواطن عن موازنة لتحقيق هذه الغاية.
أكدت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها أمس وجوب احترام الإجراءات الوقائية والالتزام بها تفاديا لزيادة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال التقيد ببعض الاحتياطات المتعلقة بصلاة العيد وكذا بذبح الأضاحي، حيث أكدت ضرورة العمل بالإجراءات المرافقة لصلاة الجمعة كاحترام أوقات الدخول إلى المساجد والخروج منها وتخفيف صلاة العيد وخطبتيها، كما شددت على ضرورة العمل بالبروتوكول الصحي خصوصا الحرص على تحقيق مبدأ التباعد الجسدي واستعمال الأقنعة الواقية وتعقيم اليدين وتجنب المصافحة واستعمال السجادات الخاصة وتجنب التجمع والتزاحم، مع تعزيز إجراءات التطهير والنظافة والتهوئة في المساجد. وبالنسبة للأحكام المتعلقة بأضحية العيد، ذكرت لجنة والفتوى بأن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وهي سنة مؤكدة في حق القادر عليها وليست بواجبة عند جماهير الفقهاء، وتجرى عمن امتلكها بصدقة أو هبة وتسقط في حق العاجز عن شرائها، مشددة على ضرورة تعقيم أدوات الذبح والسلخ واجتناب تبادلها والتقليل من عدد المشاركين في عملية الذبح تفاديا لانتشار العدوى في حال الإصابة بالفيروس. اللجنة أبرزت ضرورة تفادي التجمعات والزيارات العائلية وزيارة المقابر والاكتفاء بالتواصل عبر الوسائط الحديثة، ولفتت اللجنة أيضا إلى أن هذه الشعيرة تسقط في حق العاجز عن توفير شروط السلامة الصحية وفي حق الخائف من انتقال المرض بسبب ظروف المحيطة بشرائها وذبحها مع ثبوت الأجر والثواب بفضل الله، لأن الأعمال بالنيات. كما أكدت اللجنة جواز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل، وهذا الحكم يفيد في التقليل من اجتماع الناس. في بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي أنه وبمناسبة عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء والأربعاء 20 و21 جويلية 2021 الموافقين للعاشر والحادي عشر من ذي الحجة 1442 هجرية عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة. وأضاف البيان أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب. في ظل إجراءات استثنائية بسبب جائحة كورونا، يتوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم لأداء مشعر منى وقضاء يوم التروية اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقضي الحجاج ليلة الثامن من ذي الحجة بمنى قبل الصعود فجر يوم التاسع من نفس الشهر المصادف ليوم الاثنين إلى صعيد عرفة للوقوف به وقضاء الركن الأعظم من أركان الحج لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ويصلي ضيوف الرحمن بعرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وتقصير بأذان واحد وإقامتين اقتداء بسنة النبي الكريم، ويمكثون به إلى غاية غروب الشمس فينفرون إلى مزدلفة ويبيتون فيها ويجمعون الحصيات استعدادا لرمي الجمرات. وفي يوم العيد يعود الحجاج إلى مشعر منى لرمي الجمرات بدءا بالجمرة الكبرى. شرق أوسطيا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بحثي المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المصلين والمرابطين هناك وأخلتهم بالقوة قبل أن تعتقل عددا منهم، فيما سهلت اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى انطلاقا من باب المغاربة. دوليا، دائما ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تضرب مناطق واسعة من غرب أوروبا إلى 183 هالكا، فقد وصل عدد الهلكة جراء الفيضانات في ألمانيا إلى أكثر من 156
في حين تم إجلاء نحو 3000 شخص غربي البلاد، وتتواصل جهود الإنقاذ للبحث عن المفقودين. كما تعرضت مناطق واسعة من بلجيكا ولوكسمبورغ إلى فيضانات تسببت في انهيار منازل وتدمير طرق وخطوط الكهرباء، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، وهو ما يثير مخاوف من ازدياد الخسائر البشرية خلال الساعات القليلة المقبلة. أما في كندا فارتفعت حصيلة ضحايا موجة الحر الشديد التي تضرب المناطق الغربية للبلاد إلى 800 شخص منذ الخامس والعشرين جوان الماضي، وتتعرض الأجزاء الغربية من كندا والولايات المتحدة الأمريكية لموجة حر تاريخية وقياسية وشديدة لم تشهدها تلك المناطق ذات المناخ الجبلي والمحيط البارد منذ بدء التسجيلات المناخية، حيث بلغت درجات الحرارة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، وما زاد من ارتفاع الحرارة أو درجة الحرارة الحرائق التي تشهدها الغابات الكثيفة غرب البلاد. إلى أخبار الفضاء، قطعت مركبة التجوال الصينية لاستكشاف المريخ أكثر من 500 متر على سطح الكوكب الأحمر، ومن المتوقع أن تصل مركبة التجوال إلى الكثب الرملي الثاني خلال رحلتها على الكوكب الأحمر، حيث ستجري مسحا تفصيليا للكثب الرملي والبيئة المحيطة به. وتم إطلاق مسبار المريخ الصيني تيانون واحد المكون من مركبة مدارية ومركبة حبوط ومركبة تجوال في 23 جوان 2020، وهبطت مركبة الحبوط التي تحمل مركبة التجوال في الجزء الجنوبي من يونيا بلاتينيا، وهو سهل شاسع في النصف الشمالي للمريخ، في 15 ماي من العام الجاري. إلى إخبار الرياضة والحساب، الجولة الثانية والأخيرة من دورة الصعود إلى الرابطة الأولى المحترفة، يواجه اليوم هلال شلغوم العيد فريق مستقبل واد سلي بملعب الدار البيضاء بالجزائر العاصمة ابتداء من الساعة 17:00. وفي كرة القدم دائما، ولحساب الجولة 32 لبطولة الرابطة الأولى المحترفة التي جرت أمس، أسفرت النتائج الجزئية على النحو التالي: وفاق ستيف هدفاً، شبيبة الصورة هدفاً، شبيبة سكيكدا صفر، سري غريزان هدفاً، نجم مقرى 3 أهداف، أهلي برج بوعريريج صفر، نادي بارادو هدفاً، اتحاد بالعباس صفر، وداد تلمسان هدفاً، شباب بالوزداد هدف، جمعية عين مليلة صفر، اتحاد العاصمة 3 أهداف. على أن تستكمل الجولة اليوم بمقابلة شباب قسنطينة ضد شبيبة القبائل، ونصر حسين داي أمام أولمبي المدية. بإخبار الرياضة نختم هذا الموعد الإخباري، قدمناه لكم من الإخبارية الجزائرية. السلام عليكم.